هذا النشيد الوطني تبع قناتي يا شباب، وقفوا لو سمحتوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في مقطع جديد من لعبة بولي أو مثل ما يسمونها شغب في مدارس لندن. شكرا على دعمكم ولايكاتكم وكومنتاتكم في المقاطع الماضية، ورانا حصة نقول بسم الله، صلوا على رسول الله ونتوجه إلى الحصة. نتمنى أنه يكون يوم دراسي. طبعا الحين المشرفين هذا اللي جالسين لاحقون أي واحد موجود في الساحة يودونا إلى الصف إذا مسكوه، بس أنا إنسان محترم بروح برجولي يعني الكلاس. هذه أذتني كل ما دخلت المدرسة مثل ما تشوفون الكلاس في أيوة كلاس البيولوجي اللي صارت معي مشكلة، خلنا نقول مشكلة ما بقول رسبت في المقطع الماضي، بسوي لكم سكيب. Welcome to the world of biology. I hope you all have strong stomachs. الحين حفظت شكل الدكتور عشان أجلده بعدين، والله حرام الرسوب هذيك المرة. طبعا هاي خلاص ما راح أسولف لكم نفس السالفة هذيك. اوكي وصلنا هنا في الحلقة الماضية، وبعدين الستمك كان يبيني بس اوجه تقريبا ازوم على منطقة المعدة. والله حرام حرام الرسوب. طبعا هذه الامعاء نقصها الحين عشان نطلعها. طبعا مثل ما قلت لكم عندي شوية ذكريات سيئة. الحين ادنتفاي ذا انت تقريبا، والله ما ادري وش هذا، انا ما قصيت هذا قبل شوي، والله كل شيء يتشابه في الضفدع. طيب كذا نكون خلصنا القص. خيرا نجحنا، كويس انه والله ما تخزنت هذيك التخزينه، ما ودي ارسب في اي كلاس. باذن الله هذه تختيمه وهذه سلسله راح تكون كلها نجاح. اعطاني تروفي اللبس هذا بس مسلز مدري ايش، هذا عنده مشن جانبي يباني اوصله الى المكتبة، بس اني مش فاضي له الحين. ودي امشي في المشنات الرئيسية صراحة، فيه مشن رئيسي موجود هنا. يعني هذه الحلقة باذن الله ودنا نستكشف المدينة هذه الخارجية او المدينة هذه، مدري بشوف اول مشن وين راح يطلعني. المهم ان ودي اطلع خلاص من المدرسة واشوف العالم الخارجي. في مشن هنا لاست مينت شوبينج، هذه ناشبت لي اخوان في المدرسة، هذه اللي تطبخ للطلاب. الله يخرب بيتها. كورونا مع الوصفة. Try and get some bits in it. I've got performance anxiety. Get used to it, kid. You're a man. Anyway, what do you want? Nothing. The head sent me. He did. صح المدير ارسله. Yeah. I need you to go to town and pick up some meat and other things for me. Otherwise, I'm gonna have to put one of Ms. Phillips' cats in the casserole again. Okay. let me see. I need some meat from Yum Yum Market. Yum Yum Market. And a razor from the barbers for my stash. And oh yeah, some new knickers from Worn In. I've had these on since last term. hurry up! Go, take my bike. It's that fine machine out there by the school gates. الله يخرب بيتها، معليش على اللقطات يا شباب. ادري ان بعضكم يتغدى ويتابع مقاطعي مثل ما جاني ذاك الكومنت، فالمعذره والله. المهم تذكرت يا اخوان ان هذا المشن هو اول مشن يطلعك المدينه فعلا، ما ادري اذا كان في مشن ثاني برضو يطلعني، لكن تقريبا ان هذا الوحيد لانه هو اللي يعطيك السيكل، عرفت السيكل حق الطباخه هذه الله يقرفها. ف راح نستكشف المدينه، ما اذكر ان نسوق سيارات في اللعبه، فنعم هذا اول مشن نطلع فيه. الحين نروح الى المحلات. طيب في طريقين اتذكر، من اليمين ومن اليسار مثل ما تشوفون. لا لازم نروح يمين عشان نوصل الى المدينه هذه اللي فوق. مثل ما تشوفون هذا معلم لي الثلاث محلات اللي ذكرها او اللي ذكرتها. السلام عليكم. طيب يقول لي ضغط اكسات كذا عشان يكون سريع، تحس نفسك تلعب بجراند القديم.
طبعاً روك ستار يعني ما يحتاج. في محل هنا على يساري. أوه في وظائف تقريباً، في وظيفة تشتغلها. هذا يم يم ماركت اللي قالتنا عليه. طيب خش عليه. طيب هذا الغرض جاهز ما شاء الله، خلاص واحد من ثلاثة. طيب أنا وش يمديني أشتري من عنده؟ يمديني أشتري من عنده كاندي هدايا، تعرفون 111 111. والله أنا مفقر، من وين لي الفلوس؟ وعندي ورود، شغلة كلها رومانسية هذه. الغريب في الموضوع إيش جبنا إحنا الأغراض هذه؟ لا تكون تحب هذيك وبيض. ما أذكر كيف أقدر أظهر فلوسي. أوه في وقت شيت. طيب لا أخذ راحتي بزيادة، ناخذ ال خل السيكل هنا، هذا هو المحل. هبي مدري إيش هذا، هبي أوكي ريزر. تبغى ريزر من الحلاق؟ استغفر الله، شفرة حلاقة يا شباب. طيب بما أننا وصلنا الحلاق، أتوقع عندنا الوقت الكافي أن نشوف لنا السريع. لازم أشتري عشان أشوف هذا. يا أخي جراند ما كان كذا، مفروض أنه يعطيني يعني الشكل اللي بيكون طول شعره ولا شيء. ما عليه خليه أصلع، بنرجع للحلاق في وقت ثاني من الوقت مداهمني. طيب المحل الثالث الظاهر أنه بعيد، فخلونا شو هذا. الشرطة معلمين بالأحمر في الخريطة، فنفس نظام في المدرسة تشوفون المشرفين، أما في المدينة طبعا اللي هم الشرطة. طيب هذا المحل الثالث والأخير. والله أتوقع في وقت أرجع للحلاق، بس خلنا نشوف كم فلوسي. طيب انزل، بسم الله وش فيني ما عرفت انزل. لا هذه مشكلة كانت بالدرينج اللي أتوقع في متابعين كثير من الدرينج، فاسمحوا لي أجلس أسولف على الدرينج. أن اللي يحط العلامات هذيك الكتابات يحطها في أماكن وسخة، بحيث أنك تبغى تدخل على بوابة البوس أو تبغى تسوي شيء معين يخرب عليك، تصير تفتح المسج هذا. أنا اعتذرت لكم وبتم اعتذر لكم، يعني أني بتم كل شوية أتذكر شيء من اللعبة، دائما أكون متأثر من اللعبة اللي قبلها، فاعذروني. أيوه ما توب. طيب نوقفها هنا ونرجع. لا هذا مو الحلاق، والله عندي حصة يا شباب. اللاكي فيد كريوكت تقريبا من الأسامي، كلين شيف. هذا اللي حاليا موجود، هذا بخمسة ثمانية. خلنا نشوف أغلى واحد سيزار يا رجال. طيب اللي قبله أصلع كريوكت فيد، والله يا زين الأصلع بس ما في شعر طويل. أيوة فلوسي فوق قبل شوي ظهرت جنب الماب. وين سكري؟ أوه هذا بيوصلني إلى الصف. لا 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 لازم أروح أخلص المشن، بيخرب علي المشن. أيوة كويس تعب. أدعس العودة إلى المدرسة. أتوقع يمديني أسوق الدراجة، والله الحين ذكرت يوم شفت الدراجة أو الدباب. هلا هلا، حتى الشيبان مشبكين على السريع. أرجع، ما أدري إذا بيمديني أخلص المشن وأطلع الصف، لأن خلاص المشن في المدرسة، فأتوقع يمديني. أنا وش فيني دخلت في السيكل توني استوعب والله. إن شاء الله نلقى السيكل بعدين في هذا المكان. ما في نظام اللي يربطه. طيب نلحق، هذه منتظرتني والله. نشوف ايش المكافأة اللي تعطينا. تكفى لا تكون بوسة بس. اوكي 15 دولار، والله ما غطت حق الحلاق اللي دفعته قبل شوي. شوف المنيو، شوف المنيو الراقي اللي فوق على اليمين، يخرب بيته واخرته كلها تفال. You have unlocked Brip Challenge. ايش هذا البريب تشالنج؟ في نجمة حمراء انفتحت لي، بس عندي كلاس يا شباب، تعرفوني طالب ملتزم. يا اخي وخر خلاص، رايح الصف لا تستهبل على جدي. هوم ايش ميوزك كان مكتوب ايكونومي شيء كذا. الليل دبا مي. متعوب عليه اللبس والله.
ميوزك تيتشر، اوكي بلاي الونج وذ ذا سونج، العب مع الاغنيه او مع النغمه، وانتبه الوقت عشان تنجح في الكلاس شيء زي كذا. يوم الايكونز انتر ذا بوكس، ما ادري الايقونات تدخل الصندوق، والله ما اتذكر اللعبه هذه او الكلاس هذا بيرفورم ذا. طيب خلنا الله يستر يا اخي، دائما اواجه مشكله هنا. R2 L2 هذا النشيد الوطني تبع قناتي يا شباب، وقفوا لو سمحتوا. والله ما ضحك، ما قدرت. بعدين افكر احطها انترو خلاص، هو يطلع اصفر اذا كان التايمينج غلط. 95%. اوكي نشيل حبيت الحصة صراحة، نغمة حلوة. بنشوف عاد يمكن نحط النشيد الوطني في نغمة ثانية. هوم ايكونوميز، شفت والله لقطها. طيب وش مزبنين هذا؟ حسيت انه متعب عليها التزبين يا اخي، مش فاضي لك توكل على الله. تعال صح، خلونا نسيف. انا قلت كل ما دخلت المدرسة بسيف هنا يا اخي، هذا نشبة الحياة اقسم بالله. تعالي وش عندنا؟ ترافل لوكر، تحب الترافل؟ تبى تحط حلاوة مسكينة فيه؟ والله الحلاوة أكبر منها، ما أدري شلون طلعتها. طيب خلنا نسيف بس عشان أفتك منها. هذه بنت الذين اللي تحاول تشبك المدير، مديرنا الغالي. وين اللوكر حق ترافل هذا اللي أذيتنا فيه؟ تقريبا أنه أيوة الأزرق، معلم لي إياه. بلانت شوكولات، ما في مشرف يمين يسار، اوكي الامور طيبة. في مشرف جاي، صادني صادني يا اخي والله، بس بحط اوكي خلصنا المشن. في فلوس $10، حلو والله. مشن سريع سريع يعطيك 10. شوف على طول جايني واحد ثاني، لا تكون هي والله بق. لا لا هذه واحدة ثانية، هذه شوف جاي تركض، جاي تركض. شوف شوف على اساس ما شافتني قبل شوي. بيك ثري، قلت وكلي على الله. بس يقول لك ذا اس رادار بريزنت جوب. اوكي الحين الوظائف يا شباب، وصلنا الى الوظائف. يقول لك اي علامه فلوس في الماب، ما اشوف الا والله في اثنين هنا يمثلون وظائف، فان شاء الله هنا بنتوظف ويكون عندنا كلاسات. طيب بالنسبه للمشنات حاليا ما عندي اي مشن داخل المدرسه، فلازم ان نطلع نروح نشوف المشن هذا اللي موجود في هذه المدينه. فخلونا نروح. تعال السيكل وينه؟ اوكي موجود الحمد لله. في عندي تقريبا وظيفتين. اوه يمديني اجلد، اوكي حلو. يا سلام، والله الساعة 5:30 يصير فيه وقت اني اتوظف. هذا الطريق الثاني، خدت يسار. طيب وصلنا يا شباب المدينة الثانية مثل ما تشوفون، مدينة حليوة كذا، وتقريبا سينما هذا المكان. سيكول ذا موفي شيء كذا، كريبي واتشر الا سينما. شوف الاعلانات تبع الافلام. ايوه والله ما اذكرها. Hey, Hopkins. Do I know you? No, I'm Pinky, but I know all about you. هلا بينكي. Everybody's talking about you. Everybody says that you're mean and angry and you like fighting. خلص علينا. But I need you to do something for me. What a surprise. I'm last in line and this movie means everything to me. Okay. I'm gonna get terrible seats. Can you please get rid of all these people for me? Please, Jimmy. What's in it for me? I'm a
أو تذكرة. And I need people to do things for me. So hurry up because I want to be first. Oh man. All right. هف هابالكاب يا رجل. نظام بيكي بلايندر. Clear the line for Binky without steel gold bike and make my way. اوكي الحين يبان نثير شغب عشان نوخر الناس. ليه 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 you're not supposed to use violence. يا اخي انا اختصرت السالفة. ما يبان يستخدم العنف هنا. يا اخوان خلونا واقعين. طيب الحين كيف الفيلم راح؟ هي السالفة ما فيها يا اخوان ان في ناس كثير اخذت تذاكر. اوكي حلو يمديك ترجع المشن سريع سريع كذا. ف اخلصي اخلصي علينا. طيب ما نستخدم العنف وش نستخدم يا اخوان؟ نروح نسولف معهم نسبهم نغلط عليهم. ها يا اخي انا شفت هذا بيدي قلت المشن الظاهر. اوكي ما استخدمنا عنف يا شرطي وخر راسك. نضارب يعني؟ خلاص تعال ادخل يا اخي. خلينا نجرب نجارد. شوف خلاص الحين المفروض ارجع للمشن دامهم يلحقوني والصف فاضي. كن واقعيين. وقت النوم وقت النوم اشوف الزدات هذه تطلع في الماب. بيرسبنون مرة ثانية يخرب بيتهم. يا اخي وش نسوي يا اخوان؟ ستيل جورد بايك. اوكي اها انا احسب ان شو اسمه هذا سيكلي والله. اوه معليش سيكلك دخلتيه. شوف واقفة. لسه في واحدة ثانية خويتهم اللي مشت يمكن. ايه جون نشبات ثانيين. انت وش تسوين هنا؟ هذه تخدعها بكلمتين هذه. تعالي 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 بضب. ايوه نعطيها شوكولات نعطيها شوكولات نجيب راسها الدبة. ليش ما عندي شوكولات؟ يا ليل اروح اشتري لها شوكولات بعد. انا يلا اني جالس احسب حساب فلوسي احلق. نروح نشتري للدبة حلاوة. لا لا لا. يم يم هذا المحل اللي والله قلت لكم هذا محل تشبيك. اوكي بوكس شوكولات 135 من وين ل 135؟ تخيلوا اروح اتوظف عشان اجيب للدبة هذه حلاوة. كم فلوسي يا اخي؟ 135 اشترت الظاهر؟ عندي 135 بالحلال. دولار واحد يا الربع فلوسي 135 معليش انا مسخن. معليش معليش فلوس 135 ابو الفهاوة. لحس مخي والله. طيب نرجع للدبة. حليلة تعالي شوف هذه السعر ضلاته. خلاص لا لا تكفى 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 الحمد لله. وشو لا يا شباب لا والله disgusting من جد. لا حول ولا قوة بالله. اشوف حاط لي في الماب ان نمشي هنا. يبان يمشي هنا يمدينا نركض. اي والله استعجلي. وقعت في الكمين يا شباب والله وقعت في الكمين. معليش اعتذر وربي وقعت في الكمين. أخري هناك. هذا بس قربت منه وخلاص خوافين الحمد لله. طيب هو وردة. طيب شرفي شرفي 15 دولار ريسبكت مدري من بريتي مدري ايش ريسبكت 15 صار 15 في قريش صار. اوكي على فكرة اللبس اللي كانت لابسته هذا تابع الجروب في المدرسة زي هذا تشوفونه
كان في جروب في المدرسة أو شو اسمه يعني طلاب كذا مجموعة يلبسون نفس اللبس تقريبا الصفوف المعينة كذا أو نفس ما تقول الثانية عشر كذا لهم لبس والإعدادية لهم لبس والابتدائية لهم لبس ما أدري. طيب هذا البي وقت النوم قرب يا شباب بس إيش هذا أو أوكي الباص ستوب نجرب نركب الباص والله ودنا نجرب سكران هذا أنا اليوم ما جلت أحد على فكرة. ما في شرطة صح؟ هذا حركة من زمان كان ودي أجربها. في جمهور كان قبل شوي هنا. هلا بالباص الأصفر المدحل. لا والله نظيف ظلمتها صراحة. وصلنا يا شباب كان يوم حافل المغامرات. شوف هذا مثلا كذا تحس مغزام كذا تحس مبتدائية مدري يعني. شوف فيه طلاب كثير وش في هذا قافلة معه ولا يستعرض قدام البنت ظاهر انه يستعرض مدري صوب عليش كذا. يا شباب انا اصطلت شوي وبنام عيوني تسكر من نفسها. شو لاعبي كيف ها يوم يوقف بدأ يعطيها مثل يا وصخ مثل اشوف فيها كراسة فيه نوم. اتمنى الحلقة نالت اعجابكم لا تنسون اللايك والاشتراك والكومنت. اشكر منتسبين القناة هنتر ومشاري وساموراي وفي سمنا ابو دروف وتحيي مهاب وحمد العنزي ويوتي ار تي 5 وشكر موصول لكل من دعمني بلايك وكومنت وشير. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.